عندي حمزة خالد، وفي محمود ماهر. نعم دكتور. اوكي نعم دكتور. عمر سالم، محمد عدنان معن، في عنا بكر، نعم دكتور. في عنا حسان عياصرة. موجود دكتور. اوكي بعدين محمد حسين. موجود دكتور موجود. مين كمان؟ في محمود. مين محمود؟ هيك كاتب بس اسمه محمود. محمود ماهر. محمود. محمود ماهر. نعم دكتور. اكتب اسمك كامل. نعم. اسمك واسم العيلة عشان اعرف اكثر. حمزة ابو الهيجة. تمام دكتور. اوكي في عنا روان كمان. في حدا طالع هيك علامات استفهام، هذا مش عارف مين هو اللي فات هلا. طالع اسمه عندي علامات استفهام، بدي لازم ابين اسماءكم. في محمود البدراوي. سمعني محمود البدراوي؟ نعم دكتور. نعم دكتور. في محمود ماهر. محمود ايش؟ محمود نفس دكتور، هو انا نفس الشخص. كيف طالع اكونتين لك؟ طالع محمود، في واحد اسمه محمود لحاله، في محمود ماهر وفي محمود. مين محمود؟ هذا اي حدا بردش علي ممكن دكتور اني لانه بفوت من. طب ليش فايت من المكانين؟ دكتور انا لانه بفوت من فيصل. دكتور لانه على اللاب على التليفون عشان التليفون عليه التطبيق. طيب ماشي. فيصل ومؤمن. موجود دكتور. وسيد. اوكي موجود. اوكي طيب ماشي. خليني خلنا اي عبد الرحمن كمان. هل الكل سجل على اوراكل؟ دكتور. في حدا ما سجل؟ لان المحاضره الجايه بدي ابدا شوي في الجانب العملي، اصير نظري وعملي مع بعض، فرجاء بدي الكل مسجل. هاي خلنا اشير لك. هاي شير. هاي هون. هاي الموقع تبعنا. اوكي هاي المحاضرات كليتها اللي فاتوا عليه المحاضرات، اربع محاضرات كلها مرفوعه كامله. احنا هلا رح نبدا بشابتر 2، هي الكتاب وهي الباوربوينت وهي اللايف سكيول. اللايف سكيول تكبس من هون بتروح مباشره هي على اللايف سكيول، بتسوي لك اكاونت هون، ببعث لك على ايميلك فيريفيكيشن بتاكد عليه. عشان المحاضره الجاي بدي ادخل على الاكاونت، يعني بدي ابدا اشغل، يعني لاحظ لما اسوي ساين ان بعد ما تسوي فيريفيكيشن وكل شيء لازم تدخل على اللايف سكيول، بكون لك اكاونت في اوراكل وبيدخل ضروري جدا الجميع. اوكي لانه بدنا نبدا كمان ناخذ نظر وعملي مع بعض. استاذ. نعم. ما بنفع نسجل احنا الطلاب. ما بنفع. ما بنفع. ما ردي لازم اسجل. لا لا في خطا من عندك، زملائك سجلوا. كيف؟ لازم تدخلي تسوي كرييت اكاونت، تعبي بياناتك، ايميلك، ببعثوا لك على الايميل، تدخل على الايميل بسوي لك اكتيفيشن له. اطلب مني مكان العمل الاستاذ. اكتبي مكان العمل جامعة جرش. اكتبي شو المشكلة؟ حطيت كل معلومات جامعة جرش و... حطي معلومات كاملة جامعة جرش، ما في اي مشكلة. واضح؟ رجاء اليوم بدي الكل ينهي موضوع اللي هو يسوي له اكاونت على اوراكل عشان نقدر ندخل على اللايف سكيور. طيب خلينا نبدا اليوم. احنا خلصنا المرة الاسبوع هاي الاسبوع الرابع بالفصل الدراسي. احنا اول اسبوع ما اعطيناش شيء، اسبوعين هي رافع محاضراتهم، وهذا الاسبوع الرابع حسب الكالندر. اليوم نتكلم عن شابتر 2، بتكلم عن داتابيس سيستم كونسبت اند اركيتكتشر، اللي هو مفاهيم في الداتابيس بالاضافه على الاركيتكتشر تبعت الداتابيس. هذا كتاب الاوتلاين محدد لك المواضيع الرئيسيه، بتكلم بعض المصطلحات، شو معنى داتا موديل، شو معنى سكيما، شو معنى انستنس، شو معنى 3 سكيما اركيتكتشر، شو معنى داتا اندبندنس، شو معنى داتابيز لانجويج انترفيس، شو الداتابيز انفايرومنت، شو معنى سنترلايز داتابيز او كلاينت سيرفر اركيتكتشر داتابيز،
وبعدين اخيرا بتكلم عن التصنيفات الكلاسيفيكيشن اوف داتابيز مانجمنت سيستم. دائما في الاوتلاين بمنشن المواضيع الرئيسيه في هذا الشابتر. اوكي هلا اول ما بتكلم عن مفهوم الداتابيز، لاحظ في مفهوم الداتابيز في تو اركيتكتشر، يعني اللي بدهم يجي يصمموا الداتابيز او انا بدي اصمم داتابيز بدك تكون مفهوم الداتابيز في اول مفهوم في الاركيتكتشر بسموه كلاينت سيرفر. شو معنى كلاينت؟ انت بتخلص اني هلا ماده شبكات او اخذت ماده شبكات، مفهوم انه سابقا التعامل مع الداتابيز كانت تكون في مكان واحد بس وكان كل الاشخاص يتعامل معها، هذا بمفهوم انه الداتابيز مكان واحد. هلا المفهوم الثاني انه الداتابيز موجوده في مكان والاشخاص اللي بده يتعاملوا مع الداتابيز موجودين في مكان اخر، فبستطيع الوصول الى عن بعد. يعني زي مفهوم التسجيل، اعطيك مفهوم التسجيل. مفهوم التسجيل ايام زمان كانت تضطر انك تيجي على قسم التسجيل وتسجل، صح؟ هلا انت مش بحاجه تروح على قسم التسجيل، انت قاعد في البيت بتسجل. ليش؟ انه تغير مفهوم الداتابيز. الداتابيز كانت تكون على الاجهزه نفسها ولازم انت تروح على هالمكان. هلا من خلال وجود الشبكات اصبحنا نستخدم مفهوم الكلاينت سيرفر موديل في الداتابيز. الكلاينت انه الكلاينت بيكون موجود في مكان والداتابيز بتكون موجوده على سيرفر في مكان اخر، فبالتالي هذا شكل من اشكال او الاركيتكتشر. في بعض الاشخاص مثلا في المحلات بيكون مسوي داتابيز عنده موجوده في محله موجوده بنفس المكان، بكون شابك خلينا نقول الماكينات الحسابات كلها عليها وبكون نفس نفس المكان، وبالتالي لا يستطيع اي حدا الوصول اليها. هذا الاركيتكتشر تبعته بتختلف عن مفهوم الكلاينت سيرفر. رجعنا المايكات عندكم. اذا في اللي هو احنا طريقه التعامل مع الداتابيز. يا شباب اللي فاتح المايك يسكره. فأغلبية الأركيتكتشر اللي احنا هنتعامل معها في الداتابيز هي حتكون مفهوم اللي هي كلاينت سيرفر داتابيز مانجمنت سيستم أركيتكتشر. انه مثلا بتتعامل مع جوجل، جوجل موجود في له داتابيز موجودة في سيرفراتهم مش موجودة عندك هون، انت بتستطيع الوصول اليها والاستعلام وغيرها من انواع الداتابيز. كمان في مصطلح مهم بمر معنا بنسميه داتا ابستراكشن، اللي هي عبارة عن separation of details of data organization and storage. لاحظ هون abstraction جاي من كلمة مجردة، يعني لاحظ وبرجع وبكرر احنا فصلنا ما بين تصميم الداتابيز وانشاء قاعدة البيانات وتخزينها وما بين التعامل مع الداتابيز. اوكي هذا بيعطينا يعني انه الاشخاص اللي بتعاملوا مع الداتا جزء والتصميم اللي بتعامل مع الداتابيز بتكون جزء آخر. كمان في مصطلح بنسميه داتا موديل. الداتا موديل لاحظ فيه داتا موديل، داتا سكيما، هذول مجموعة من المصطلحات وحنمر معهم في يعني الشابترز اللي حناخدها ليتر. الداتا موديل كتعريف هو عبارة عن collection of concepts that describe the structure of database. إذا مجموعة من الكونسبت هاي اللي هي تصف او توضح لنا الاستراكشر اوف داتابيز بنسميه داتا مودلز. والداتا مودلز لاحظ بروفايد مين تو اتشيف داتا ابستراكشن. اذا لاحظ بقدر من تصميم الداتا موديل اوصل لشيء بنسميه داتا ابستراكشن. ميزوا بين المصطلحات في داتا موديل داتا ابستراكشن. هلا البيسك اوبريشن اللي هي بتصير على عمليه الداتا، مثلا عملية الاسترجاع ريتريفر استرجاع المعلومات او ريكويري، عمليات الابديت، عملية الانسيرت، هاي كلها عمليات بتصير على الداتا بيز. كمان في مصطلحات بتمر معنا بنسميها دايناميك اسبيكت اور بيهيفير اوف داتا بيز ابلكيشن. لاحظ allow the database designer to specify the set of valid operation allow in database object. هلا مسموع العمليات المسموحه الديزاينر بيسمح لك انك الاوبريشن تسويها على الداتابيز بسموها اسبيكت دايناميك اسبيكت اور بيهيفير. يعني البيهيفير اللي هي المقصود فيها شو العمليات او شو السلوك اللي بتقدر تطبقه على الداتابيز، اللي هي المقصود فيها شو الاوبريشن بيسمح لك الداتابيز انك تسويها. يعني مثال انا بسمح من الطالب انه يسجل مواد، هاي مجموعه البيهيفير الستودنت بيقدر يسوي بيهيفير على الداتابيس انه يقدر ايش يسوي ريجستر لمواد، ممكن يسوي سحب للمواد، ممكن يسوي حذف لماده وهكذا.
هذا بنسميهم كمان مصطلحات حيمر معنا كثير: behavior, aspect, operation, data model, data abstraction. هاي كلها عبارة عن مجموعة من الكونسبت وحندخل بتفاصيلها later في التصميم. هلا انت عشان تصمم داتابيز في عندك category of data models، في عندك ثلاثة levels. احنا في الداتا موديل، مش حكينا لا حكينا في ايش اسمه داتا موديل، وفي حكينا الداتا ابستراكشن. الداتا موديلز حكينا هي مجموعه من المفاهيم اللي هي ايش اللي تصف الاستراكشر اوف داتابيز، مظبوط. هلا الداتا موديل عشان تصممه في عندك انت ثلاث مستويات، 3 ليفلز. اول شيء بسموه الهاي ليفل، اللو ليفل، او الريبريزنتيشنال داتا موديل. الهاي ليفل له مصطلح ثاني بسموه كونسبتشوال داتا موديل، واللو ليفل بسموه الفيزيكال داتا موديل. اما البريزنتيشنال داتا موديل هو نفس الاسم، ما له الاسم واحد. اذا حتى تقدر تصمم الداتا موديل، وهذا الكلام حتصير انت تشتغل عليه، يعني انت بالاخر انا بدي اياك مصمم قاعده بيانات تقدر تعرف شو هو الهاي ليفل، شو اللو ليفل، شو البريزنتيشنال داتا موديل، كل في الداتا موديل. الهاي ليفل كلوز تو ايش ذا واي ماني يوزر ايش بريسيف داتا، يعني اسمه هاي ليفل، يعني هذا الليفل في الداتا موديل هو ليفل اقرب ما يكون لمين، لليوزر، للاشخاص اللي بيستخدموا مع الداتا موديل. اللو ليفل اللي هو في الجانب الاسفل اقل شيء، او بسموه الفيزيكال داتا موديل، ديسكرايب ذا ديتيل اوف هاو داتا از ستور ان كمبيوتر ستورج ميديا، يعني في هذا الليفل شو بيركز؟ بيركز على وصف والتفاصيل اللي كيف بقدر اخزن الداتا جوا الكمبيوتر. إذا في الفيزيكال داتا موديل بيهتم إيش؟ في تخزين وين تتخزن؟ كيف تتخزن على الهارد ديسك؟ كيف آلية تخزينها؟ كيف وهكذا. أما الكونسبشنال داتا موديل أو بنسميه هاي ليفل، هذا له علاقة مع مين؟ إلى اليوزر، يعني بياخذ البيانات من اليوزر أو تعامله مع اليوزر. هلا ما بين الهاي ليفل واللو ليفل بيجي بالنص بينهم إشي بنسميه ريبريزنتيشنال داتا موديل. هاد كيف طلبات اليوزر ومتطلباته بيتم تمثيلها، لاحظ بعد ما تفهم انت شو متطلبات الاند يوزر اللي هو الشخص اللي بده يستخدم الداتابيز او المؤسسه تتعامل مع الداتابيز، كيف بده يكون هو عباره عن حلقه الوصل ما بين الهاي ليفل واللو ليفل. واحنا حنتعلم هلا احنا كاشخاص احنا عاده نتعامل مع الهاي ليفل وريبريزنتيشنال داتا موديل، اما اللو ليفل كيف اليه التخزين وهذا فبيكون بيعود على مين، على مثلا الاوراكل نفسها، الداتابيز مانجمنت سيستم نفسها هي اللي بتخزن. يعني انت مثلا بتنشئ داتابيز على اوراكل، هل انت بتدخل جوا الهارد ديسك بتشوف كيف متخزن؟ لا، انت بتقول والله خزن الداتابيز مثلا خلينا نقول على الهارد ديسك سي مثلا. هلا كيف بتتم التخزين وآلية التخزين مش موضوعك انت، هذا الاوراكل نفسه هي اللي بتتم العمليه من خلالها. اذا also similar to how data organized in computer storage، لاحظون بركز في representation data model انه ايش كيف تنظيم الداتا ان كمبيوتر ستورج، يعني امور تنظيميه، والله بحط الجداول مثلا، بنشئ مجموعه من الجداول، جدول للطلاب، جدول، هذا كله تحت مفهوم representational data model. يعني بالمحصله انه بيكون عندك في اشخاص اند يوزر بدهم يصمموا داتابيز، هذول الاشخاص بياخذ منهم معلومات وهذول بتعامل معهم لما باجي بتعامل مع الانترفيس او الشاشات، هذا بنسميه هاي ليفل. هلا اللو ليفل اللي هي الداتا فعليا جوا تتخزن جوا الهارد ديسك، هذا بنسميه لو ليفل. بتوينهم بتوين الهاي ليفل واللو ليفل اللي هو ايش الريبريزنتيشنال داتا موديل، اللي هي تنظيم عمليه تخزين الداتا، كيف بتنظمها، كيف بتحط مثلا انا بدل ما احط كل البيانات في جدول واحد بس مثلا بقول جداول للطلاب، جداول للمواد، جداول للتخصصات، جداول اعضاء، هاي التنظيم داتا اورجنايزد ان كمبيوتر ريسورس، مش انا بنظمها، انا بقدر اخزنها كلها مع بعضها وبقدر اسوي عمليه تنظيم لها، هذا اللي هون مسؤول عنه الريبريزنتيشنال داتا موديل. واضح؟ اذا كداتا موديل لما نيجي نتعامل مع الداتابيز في عندي على ثلاث مستويات او ثلاثه كاتيجوري، نبدا من الاعلى الهاي ليفل اللي هو اقرب ما يكون للاند يوزر، بعديها بنزل للبريزنتيشنال داتا موديل،
بعدها بنزل لللو ليفل اللي هو له علاقه في التخزين وكيفيه التخزين جوا الاستورج ميديا، بغض النظر سواء كان هارد ديسك او كان باك اب وريفر كان عمليه التخزين. اذا لما بنيجي نتكلم عن الداتا موديل، داتا موديل حنستخدم، احنا بنصمم في الداتا موديل حنستخدم مجموعه من المفاهيم، حنستخدم مفهوم بنسميه انتيتي، مفهوم بنسميه اتريبيوت، مفهوم بنسميه ريليشن شيب. الانتيتي بنسميها باللغه العربيه كينونه، الاتريبيوت صفات، الريليشن شيب العلاقات. ولا حنشوف لقدام شوي لما حاعطيكم جاي بروجكت تشتغلوا عليه، ماشي بعطيك مثلا كيس، فالكيس مثلا باجي بقول لك والله سوي لي نظام لمكتبه، تروح تقابل انت شخص مثلا في مكتبه تاخذ منه بياناته. هلا هذا الليفل بنسميه هاي ليفل. طب هاي البيانات هلا انا بروح اخزنها جوا الداتابيز مظبوط؟ هل بمسك كل البيانات هيك بحطها مع بعض وبحطها جوا الهارد ديسك وخلاص؟ لا، هلا هي بالاخر حتتخزن جوا الهارد ديسك في الداتابيز مظبوط ولا لا؟ هذا اللو ليفل. هلا بتوين الحكي الكلام اللي حكى لك اياه الشخص الاند يوزر شو بده في النظام داتابيز، وما بين تخزين الداتا في مرحله هون بالنص اللي حكينا الريبريزنتيشنال داتا موديل، تذكروه. هلا انت لما تيجي تخزن مش تنظم البيانات، تحط مثلا تنشئ مجموعه كائنات كينونه انتيتي، فبالتالي انت الكلام هذا اللي سمعته من الاشخاص الاند يوزر شو بده، بدك تقدر تعبر عنه في الداتا موديل من خلال الريبريزنتيشنال داتا موديل. كيف؟ بدك تحدد شو هي الانتيتي، بدك تحدد شو هي كل انتيتي، شو الاتريبيوت لها، بعدين الانتيتي. عشان هيك احنا لما باجي بقول عندي داتابيز، تعرف شو هي الداتابيز؟ الداتابيز هي عباره عن مجموعه من الانتيتي. طب شو الانتيتي؟ الانتيتي هي عباره عن تمثيل ريبريزنت ا ريال وورد اوبجكت اور كونسبت، يعني اي مفهوم او اي اوبجكت كائن في الدنيا بقدر امثله من خلال انتيتي بنسميها انتيتي. اذا الانتيتي، عشان هيك لما باجي واحد بقول لك نظام التسجيل كنظام، لو نفترض انه داتابيز لنظام تسجيل، الداتابيز هاي شو الانتيتي اللي جواها؟ حدا فيكم بيعرف؟ يلا شاركونا. هلا انا ماخذ مثال اللي هو داتابيز، شو ممكن يكون؟ تفضل. اسماء وارقام. هلا لا، الانتيتي الاسماء والارقام هذول بنسميهم اتريبيوت. الانتيتي شيء اكبر، شيء اوبجكت او كائن او شيء، مثلا الطالب هذا بنسميه انتيتي، الماده بنسميها انتيتي، الشعبه انتيتي، التخصص انتيتي. طب ناخذ مثال اخر، مثلا بنك، العميل انتيتي، الحساب انتيتي. واضح؟ روح على سوبر ماركت، يعني اسم التيبل دكتور مضبوط اللي هو هلا احنا اخر شيء بصير تيبل. هلا احنا في البدايه، في البدايه هذا بيكون تيبل، بالاخر احنا بنحوله لتيبل. بس هلا في بدايه لما تيجي تصمم داتابيز بدك تاخذ اول، انت فعليا جينا قلنا لك روح لقسم الاتش ار في جامعه جرش وسوي لهم داتابيز. هلا بتروح بتقابل رئيس قسم الاتش ار، تاخذ منه بيانات مزبوط معايا يا شباب؟ تاخذ منه بيانات، مش اخذت منه بيانات، قعدت مع السيد ابراهيم وقلت له والله هيك هيك صار يحكي لك بدي كذا وكذا 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 معي. هلا انت لازم تستطيع من هذا الحكي الكلام اللي حكى لك اياه تستنتج شو الانتيتي. فالانتيتي هي عباره عن مفهوم او اوبجكت او شيء، يعني مثلا عمليه التسجيل انتيتي. هلا انت مش حكينا الماده، يعني ممكن يكون شيء ملموس ممكن يكون شيء غير ملموس، ممكن تكون عملية مثلا التسجيل نفسه انتيتي. هلا كل انتيتي انت بتوجدها في الداتابيز لازم يكون لها صفات اتريبيوت. فلاحظ هون هاي الاتريبيوت لها علاقة بالانتيتي، فبالتالي انتبه معي لهي النقطة كثير مهمة. اصغر داتابيز بتكون ون انتيتي، بس ممكن تكون الداتابيز فيها اكثر من انتيتي. هلا اذا كان في عندك اكثر من انتيتي لازم يكون ما بين هدول الانتيتي علاقه، عشان هيك دخلنا بمفهوم الريليشن شيب. اذا الداتابيز عندي هي عباره عن مجموعه من الانتيتي الكينونات، كائن كل كائن له صفات اتريبيوت. هذه الكائنات بده يكون ما بينها شيء بنسميه ريليشن شيب علاقه. اذا عشان هيك لاحظ الريليشن شيب among two or more entity، يعني على الاقل
بيكون إما تكون العلاقة ما بين two entity، ممكن تكون أكثر، ممكن يكون أكثر، يعني يكون تكون علاقة بتربط أكثر من two entity. على الأقل على الأقل العلاقة بتكون تربط ما بين two entity، أوكي؟ هذا أقل إشي. فبالتالي أنت لازم، عشان تتخيل الموضوع في الداتا موديل، أنت لازم تتخيل إنه أي database بدك تصممها بده يكون فيها entity. هاي الانتيتي لها صفات اتريبيوت، هاي الانتيتي لازم يكون لها ارتباط. احيانا كثير طلاب لما بيجي ببعثوا لي بقول لهم سوي لي انشئ لي اعطيني شو الانتيتي الموجوده، بيجي بحط لي انتيتي ما لهاش علاقه او ارتباط مع انتيتي ثانيه، بقول له هذه الداتابيس فيها خطا. ليش؟ لانه مفهوم قواعد البيانات هو شو عرفناه في البدايه في شابتر 1، قلنا مجموعه من البيانات يعني الداتا ما بينها علاقه. يعني لما بدي اجي انشئ قاعدة بيانات لنظام التسجيل، قلنا الطالب، قلنا المادة، قلنا التخصص، هدول عبارة عن انتيتي في بينهم ارتباط. الطالب مرتبط مع مين؟ مع المادة. مع المادة، نعم. الطالب مرتبط مع التخصص. الانستراكتور او المدرس مرتبط مع المادة، مرتبط المدرس له تابع لتخصص معين، مزبوط ولا لا؟ هل نعم بصير مصر. اجي اكتب مثلا والله رقم الباص او اقول مثلا الباصات، شو له علاقه؟ يعني لو جيت سويت انت اسمها الباصات باص، الها علاقه في الداتابيس تبعتي؟ لا لا دكتور، ترى انت شرحت لنا برسم. نعم شرحت لنا برسم قبل محاضرتين. ما لا عشان هيك نصل هون، بلشت المصطلحات بدنا نفهمها اكثر، يعني لسه حندخل في تفاصيل اكثر للانتيتي. فبالتالي فبالتالي انه الانتيتي لاحظ لازم، يعني لما تحط مثلا عندك خمسه انتيتي موجوده في الداتابيس تبعتك، لازم على الاقل كل انتيتي على الاقل تكون مرتبطه بانتيتي تاني على الاقل. هلا ممكن تكون الانتيتي الواحده مرتبطه باكثر من انتيتي، بصير ما في مشكله، ولكن ما بصير تكون انتيتي موجوده عندك في الداتابيس ملهاش ارتباط مع اي عنصر من قاعه البيانات. واضح؟ عشان هيك بدخل مفهوم عندنا اسمه الريليشن. حتى الريليشن حنيجي نوضحها بعدين اكثر والتفاصيل، والاتريبيوت حنشرحهم، والانتيتي في منها انواع، الريليشن شيب حتى في منها انواع حسب في تايب الديجري، حنيجي في التفصيل ليتر يعني. بس بدي هلا كمصطلحات انه الريليشن شيب عاده بتكون ما بين ايش؟ الانتيتي. عشان هيك لاحظ في شيء كمان، في مصطلح في ريليشن داتا موديل، في الاوبجكت داتا موديل. لاحظ مصطلحين، احنا قبل شوي حكينا داتا موديل، قلنا في شيء اسمه انتيتي فيها، في شيء اسمه اتريبيوت، في ريليشن. كمان في داتا موديل، في ريليشن داتا موديل، وفي اوبجكت داتا موديل. الريليشن يوز موست ايش؟ فريكوينتلي تريديشنال ايش؟ كوميرشال داتابيس، التكرارات في الداتابيس اللي هي العاديه. اما الاوبجكت اللي هو بسموه الهاي ليفل امبلمنتيشن داتا موديل، كلوز تو كونسيبتوال داتا موديل، اذا هو اقرب له الكونسيبتوال داتا موديل. تذكروا مش حكينا احنا فيه الهاي ليفل واللو ليفل والبرزنتيشن؟ فالاوبجكت داتا موديل هي اقرب له اللي هو مين؟ الهاي ليفل اللي هو الكونسيبتوال داتا موديل. اوكي، اللي علاقه اذا بدك تتعامل معها كاوبجكت او كائنات، هي اقرب له الى شيء بسموه الامبلمنتيشن، التطبيق، امبلمنتيشن داتا موديل. اللي حنشوف احنا في تطبيقات الداتا موديل في الديزاين، في الامبلمنتيشن، وحنتكلم عنهم كمان. اذا في مصطلح اسمه ريليشنال داتا موديل، في مصطلح اسمه اوبجكت داتا موديل. هلا هون بده يصنف لك الداتا موديل حسب معيار معين. لاحظ هلا مش حكينا في شيء اسمه الفيزيكال داتا موديل، وفي الهاي ليفل، وفي اللو ليفل، وفي البرزنتيشن. الفيزيكال داتا موديل ذكرتوهم، شو هو الفيزيكال؟ نرجع في السلايدات. الفيزيكال شو قلنا؟ هيو اللي هو اللو ليفل. اذا الفيزيكال اللي هو اللو ليفل. ديسكرايب بيهتم هون هاو داتا ستور از ا فايل ان ذا كمبيوتر. يعني هون في الفيزيكال بيهتم كيف بتتخزن الداتا، كيف تتخزن في ملفات in the computer. عشان هون لما نتكلم عن الفيزيكال داتا موديل، هون بيهمني الاكسس باث، وبيهمني الاندكس اللي هو الفهرس. الاكسس باث اللي هو الاستراكشر ذات ميك ذا سيرش اوف بارتيكولار داتا ريكورد افيشنت. اذا هلا مش بده يكون
بده يسوي اكسس على الملف الموجود جوه الداتا جوه المخزن جوه الداتابيز. اذا اوكي كيف الاليه او الاستراكشر عشان يقدر يبحث ويوصل لهذا الملف. هذا الكلام كمان بهمك وجوده كمان لما بتكلم عن الفيزيكال داتا بهم بتكلم عن شيء اسمه الاندكس او الفهرس اللي هو الاكزامبل عليه اللي هو الاكسس باث. Allow direct access to data using any index term or keyword. يعني مثلا هلا انا مخزن معلومات عنكم انتم صح؟ هلا معلوماتكم لما باجي بخزنها بخزن بسوي شيء اسمه index بسموه الاكسس باث مثال عليه. هذا الاندكس مثلا من خلال رقمك بستطيع اوصل لبياناتك. اذا انا بوصل لبياناتك جوا الداتابيز المخزنه جوا الستورج جوا ملف من خلال وصولي من خلال الاندكس. بده يكون عندك فهرس زي اندكس بيكون من خلال كيورد معينه. شو الاندكس اللي بستخدمه انا عاده؟ مثلا رقم الطالب الجامعي. انا من خلال رقمك بستطيع اوصل لكل ايش معلوماتك علاماتك المواد اللي انت ماخذها. هذا بسموه اكسس عشان اصل للبيانات المخزنه جوا هذا الجزء. بيهتم فيه مين؟ الفيزيكال داتا موديل. هذا الكلام مش موضوعك انت لانه فعليا اللي هو سواء انت اللي بتعطي امر سواء على اوراكل او سكيل تخزنت الداتا كل شيء انت فعليا ما بتفوت جوا الهارد ديسك وبتخزن فعليا سواء كان الاس كيو ال او كان الاوراكل او الاكسس هو اللي بيقوم بعمليه اللي هو مسؤول عن عمليه بيسوي الفهارس وبيخزن هذا الكلام بشكل كامل. هلا قبل شوي كنا نحكي عن شيء اسمه داتابيز موديل تذكروه. في شيء اسمه داتابيز سكيما. لاحظ احنا كنا نحكي عن هون داتا في البدايه عشان دائما تربط المواضيع. في عندنا اسمه داتا موديل وفي شيء اسمه داتا سكيما. داتا موديل حكينا هي عباره عن مجموعه من الكونسبت تصف الاستراكشر اوف داتابيز. الداتا موديل تهتم في مين؟ الاستراكشر اوف داتابيز. في حين انه الداتا موديل سكيما لاحظ داتابيز سكيما لاحظ سكرايب اوف ا داتابيز هي تصف الداتابيز كلها. هاي السكيما بسموها داتابيز سكيما. هاي بيطلع منها شيء بسموه السكيما دياجرام. دياجرام هو عباره عن زي مخطط. اذا داتابيز سكيما تصف الداتابيز. اذا في مخطط عشان يصف الداتابيز هذا بنسميه داتا سكيما داتابيز سكيما. اذا السكيما دياجرام display selected aspect of schema. هلا ممكن اخذ جزء منه محدد مثلا والله اخذ مثلا عند داتابيز هيوج اخذ جزء منها واوصفها او اشرحها من خلال diagram. عشان هيك لاحظ السكيمه construct each object in the schema. يعني كل object موجود على السكيمه construct يسمى. كمان في داتابيز ستيت حاله وفي السناب شوت يعني حاله الداتابيز. هلا انا احيانا بتكون الداتابيز بيورجيني حالتها مباشره يعني اي تعديل عليها. مثلا خلينا نفترض بدكم تسجلوا مواد فانت رحت تسجل ماده الشعبه مثلا مسموح يسجل فيها 20 طالب. هلا ممكن انا اكون ماخذ عن الداتابيز شيء بسموه سناب شوت يعني اخذ صوره عن الداتابيز. هلا اي تعديل او تغيير على الداتابيز ما بشوفه. ليش؟ انا في اللحظه اخذت سناب شوت عن الداتابيز. تذكر جاي لقطه على كيف مثلا انت مثلا فاتح مثلا والله الفيسبوك تبعك او ريفر وجيت كبست على سويت سكرين شوت تذكروا. هلا انت في اللحظه هاي اخذت صوره عن الفيسبوك عنك مزبوط. هلا اي شيء بصير بعديها بتغير في الفيسبوك تبعك ما ببين على الصوره صح ولا لا؟ لانه اخذ سكرين شوت. نفس الشيء في عندنا كمان مصطلح في الداتابيز في شيء بسموه سناب شوت. هلا انا ممكن اخذ جاي لقطه عن الداتابيز. هلا بعديها اي تعديلات بتصير على الداتابيز ما بتبين عندي. ليش؟ لانه هو في اللحظه اللي اخذ السناب شوت ببين عندي شو كان وقتها في الداتابيز. او ممكن تكون الداتابيز يعني شغاله متواصل يعني مش سناب شوت ولا شيء تكون فبالتالي بيعتمد على شيء بسموه حاله الداتابيز الستيت. اوكي تكون مثلا اي تعديل او تغيير عليها ببين مباشره. فبدك نميز واحنا بنصمم في الداتابيز هل انا بحتاج ان تكون الستيت تبعتها ان داتابيز مثلا بارتيكولر ان مومنت ان ذا تايم يعني دائما بتبين اول باول او انه الداتابيز تكون عباره عن لما باجي باخذ سناب شوت عنها في هاي الحاله لازم نعرف انه
أي تعديل أو تغيير عليها ما بيكون مبين. هلا لاحظ لما إجي حكى لك عن السكيما ديجرام اللي هي الأشكال هاي، حنيجي بالتفصيل نتكلم عنها. يعني بدك تميز ما بين التصميم كمخططات، ما بين تميز ما بين السكيما، لاحظ هاي السكيما ديجرام. يعني مثلا أنا عندي نظام تسجيل، جيت قلت لك بدي حطلب منك بكرة بمشاريعك أو حطلب منك إنك تعطيني السكيما ديجرام. هلا لما أنا ممكن أعطيك إياها مثلا كلام، أصف لك مثلا أعطيك مثال داتابيز كلام، وأجي أطلب منك تعطيني السكيما ديجرام. هلا إحنا قرأنا سابقا عن نظام التسجيل، قلنا فيه طلاب ومواد وشعب وعلامات، أوكي؟ طب لما اجي اعطيك اياه نصي واجي اقول لك اعطيني السكيما ديجرام، السكيما ديجرام بده يطلع معك بالشكل هذا، واضح؟ حتقول لي طب يا دكتور كيف بتصمم؟ حناخذ امثله وحنشوف كيف نقدر انه هذا الكلام او الوصف اللي انت عندك تستطيع تمثيله على شكل سكيما ديجرام. اوكي، كمان في عندنا مصطلحات كمان، ديفاين، انيشال ستيت، فاليد ستيت. اوكي، ديفاين كيف بتقدر تعرف نيو داتابيز، حنشوف كيف نعرفها. الانيشال ستيت البوبوليتد اور لودد وذن انيشال داتا، كيف بصير عمليه اللودد، حنشوف. بعدين الفاليد ستيت اللي هي بتعطيني حاله النظام اللي هي ساتسفاي ذات ستراكشر اند كونسترينت سبيسيفايد ان ذا سكيما، بده يتاكد انه الحاله او الستراكشر والكونسترينت، الكونسترينت المقصود فيها القيود، بتكون ايش محددة في السكيما. يعني مثلا باجي بقول مثلا في نظام التسجيل ممنوع حدا يسجل الا يكون معاه توجيهي في جامعة جراش، هذه في قيود كونسترينت، وحنتكلم عنهم هاي الحالات سواء الانيشلايز ستيت او الفاليد ستيت، كيف بنبنيهم وكيف بنعرف الداتا بيز. بعد ذلك بتم عملية بنسميها السكيما ايفالويشن، اللي هي هلا انت مش صممت نظام تسجيل وكل شيء، بعد فتره بتضطر انك تسوي زي ايفالويشن للسكيما. يعني بعد مثلا سنه صرنا بدنا نضيف شغلات جديده، فبالتالي بدك تصير تعدل على السكيما وتضيف بناء مش على مزاجك انت، بناء على نيو ريكويرمنت او تغيير في متطلبات المؤسسه او الشركه. يعني مثلا عند السيد اسامه الطيطي بعد فتره صار قال والله بدنا نضيف شغلات معينه جديده على التسجيل، هاي بسموها new requirement أو متطلبات جديدة، فبالتالي بتضطر تعمل إنه هاي السكيما اللي أنت بنيتها للداتابيس تبعتك تسوي عملية evaluation لها، تقييم. التقييم هاي تقييم مش لأنه فيها ممكن يكون من يعني إما لأخطاء error حنشوف later، أو ممكن إنه الناس اللي بنينا لهم النظام احتاجوا متطلبات جديدة new requirement، أوكي، أو غيروا في متطلباتهم. أنت أحيانًا وأنت بتصمم في الداتابيز بيجي بقولك والله عدل لي هاي ورجع سوي لي هاي، لا بدي الرقم الطالب من 6 خانات، بتخيل بعد فترة يصير رقم الطالب من 10 خانات، هاي بنسميها تغيير في المتطلبات. السكيما كسكي لاحظ هون احنا هناك في الداتا موديل بدك تميز في ايش اسمه داتا موديل وفي داتا سكيما. في الداتا موديل حكينا في عندنا 3 ليفل تذكروهم، الهاي ليفل واللو ليفل والايش والريبريزنتيشن ليفل موديل. هلا في السكيما كمان في كمان 3 اركيتكتشر، في بسموها الانترنال والconceptual level والإكسترنال. الإنترنال level بسموه الداخلي، هي نفسها في الداتا موديل، احنا بحكي عن السكيما موديل وفي الداتا موديل. الإنترنال تقابل اللو level أو الفيزيكال، والإكسترنال level تقابل مين؟ تقابل اللي هي ايش؟ الهاي level. أما اللي الريبريزنتيشن ليفل اللي هي بتقابل كونسيشنال ليفل. طيب الانترنال ليفل، انترنال ليفل ديسكرايب فيزيكال ستورج ستراكشر، يعني هون بيهتم بيصف الفيزيكال ستورج اللي هو في الداتا موديل مين؟ اللو ليفل. طيب الاكسترنال او بسموه الفيو ليفل ديسكرايب بارت اوف داتا بيز ذات بارتيكولار يوزر جروب انترستد ان. إذا هون بيهتم بمين؟ باليوزر، باليوزر. إذا هو أقرأ هو لمين يقابل في الداتا موديل؟
بقارب الهاي ليفل. اما الكونسبتشوال ليفل ديسكرايب الاستراكشر اوف ذا هول داتابيز اوف ا كوميونيتي اوف يوزر. هون بيصف تركيبه مين الداتابيز كتركيبه اللي هو يقابل مين الريبريزنتيشنال ليفل. اذا في عندك داتا موديل وفي السكيما. الداتا موديل في عندك ثلاثة ليفل وفي السكيما ثلاث. هناك في عندك اللو ليفل يقابله هون عندنا الانترنال ليفل. هناك الهاي ليفل يقابله اكسترنال فيو ليفل. الريبريزنتيشنال ليفل يقابله كونسبشوال ليفل. هذول موجودات في السكيما. اذا الثري سكيما اركيتكتشر. اوكي هذول كمان حنتعلم كيف نسوي الاكسترنال, كيف نسوي احنا كل شغلنا كتصاميم كونسبت كونسبتشوال ليفل. في الانترنال اللي هو مناط له انت كيف تتخزن الداتا واليه التخزين. اما الاكسترنال اللي هو التعامل مع اليوزر عاده بيكون من خلال اللي هو كيف اليوزر بيتعامل مع الداتابيز او بسموه الفيو ليفل, يعني اللي بالاخر حتشوف كيف انه الشاشات اللي بتطلع لليوزر حتى يستطيع انه يتعامل مع الداتابيز من خلال كونسبتشوال ليفل. في اي استفسار لهون؟ لو جينا مثلنا لكم اياها من خلال هذا التمثيل, خلينا اكبر لكم اياها شوي. لاحظ انت كيوزر سواء مصمم او كيوزر عادي, هذا اليوزر الاند يوزر شايفهم. لاحظ الاكسترنال ليفل الخارجي اللي هو هذا الليفل اللي هو بيتعامل مع الاند يوزر. الكونسبتشوال سكيما شايفين اللي هو ايش, اللي هو كونسبتشوال ليفل شايفينه اللي هو حركه الوصل ما بين الاند يوزر ومحل ما فعليا تخزن الداتابيز. اذا في عندك الاكسترنال كونسبتشوال ليفل والانترنال. هلا انت كشخص انت هون شغلك في الداتابيز. الانترنال سكيما هي مسؤوليه اللي هي مين. هلا انت صعيب تقول بيخزن على الهارد ديسك كل شيء, بس فعليا اللي بيخزن وبسوي اندكسنج وشغلات هاي مين كلها, اللي هي الابلكيشن اللي هو مثلا اوراكل اكسس اللي هو اليه التخزين وكيفيه التخزين. واضح الفكره؟ هدول بسميهم السكيما اركيتكشر. اوكي بنوقف لعند هون اللي هو داتا اندبندنس بنتكلم عنه الاعتماديه, بنكمل فيه المحاضره القادمه. خليني بس هلا شوي ارجع عشان الكتاب. هاي الكتاب هاي اللي هو احنا بشابتر 2 لاحظ اللي هو بيتكلم عن داتابيس سيستم اند كونسبت. هاي لاحظ اول شيء يتكلم شو معنى داتا موديل, شو معنى سكيما, شو معنى انستنس, كمان مفاهيم في الكتاب. بعدين الكاتيجوري اوف داتا موديل اللي هم الثلاثه اللي حكينا عنهم. اوكي بعدين تكلم عن السكيما. لاحظ وهي كيف هاي شكل السكيما دياجرام. بعدين اتكلم عن السكيما اركيتكتشر اللي حكينا عنهم اللي هو الانترنال والاكسترنال واللي هو كونسبشوال ليفل. واضح هاي. بعدين لما نتكمل اللي هو مفهوم الداتا اندبندنت. اوكي كل هذا مشروح في الكتاب بتفاصيله. اوكي هلا بدي ارجع انا وياكم هون على اي اف 5 اللي هو الاس كيو ال اللايف اس كيو ال. ضروري جدا انك تدخل على المنصه. ايون انا تاخرنا. هاي باك لحظة. هاي ساين ان في مشكله عندهم شكلهم. بدي اورجيك بس كيفيه التخزين. اليوم حاضر 25 طالب. في طلاب لسه هلا مش معنا في الجروب, في اسماء ما نديناهم. عبد الله مروان موجود معي. عبد الله مروان في اوكي. فيصل ندينا اظن عليه.
موجود كريم ومحمد عبد الحكيم. كريم عبد الحكيم، محمد عبد الحكيم موجود دكتور، موجود. واخوك